بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الهندسة الطبية. أعزائي المشاهدين، النهاردة الموضوع بتاعنا موضوع مهم جدا. طبعا كلنا عارفين أهمية النظر بتاعنا والبصر وضعف العين وكل الكلام ده. النهاردة إن شاء الله هيكون معايا الدكتور محمود صالح، أستاذ مساعد طب وجراحة العيون. أهلا بيك دكتور محمود. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك فندم. دكتور محمود، كنا عايزين نعرف من حضرتك امكانيات جهاز الاو سي تي اللي هو جهاز فحص العين. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا من الاجهزه الجديده، ويعني احنا شغالين عليه من بعد التسعينات. الاو سي تي تطور في علم طب وجراحه العيون، لان كل ما انت تشخص كل ما توصل لنتيجه مبكره، كل ما تقدر توصل بالعيان بتاعك لنتيجه كويسه بالنسبه للنظر. تمام. الاو سي تي ده اختصار اللي هو العلم بتاعه، اللي هو الكلمه الانجليزيه اللي هي اوبتيكال كوهرنس توموجرافي. هنترجمها بقى يعني عربيا كده لغويا، اللي هي الاشعه المقطعيه التطابقيه البصريه. ده بنستخدم فيه نوع من انواع الضوء اللي هو تحت الحمراء، اشعه تحت الحمراء. وبنقدر نعمل بيه سكاننج او مقطع للاجزاء في العين. احنا عندنا العين بتنقسم الى جزئين. تمام. جزء امامي وجزء خلفي. تمام. الجزء الامامي بيشمل القرنيه وبيشمل العدسه بتاعه العين وبيشمل الزاويه بتاعه العين، دي اهم مكونات موجوده في العين. الجزء الخلفي طبعا اللي هو المهم جدا، اللي هو الشبكيه والعصب بتاع العين. فاحنا الجهاز ده هو تمكننا من ان احنا نعمل تصوير توبوجرافي للجزء الامامي من العين والجزء الخلفي من العين. الجهاز ده هو بيعتمد على ان هو بياخد مقطع في اشعه في انسجه حيه. يعني مثلا لو اتكلمنا على التقدم بتاعه كان في امراض الشبكيه. تمام. ان هو بيقدر يدينا صوره ثلاثيه الابعاد للمنطقه اللي احنا عايزينها من الشبكيه. فبيقدر نشخص امراض الشبكيه، نقدر نشخص أني المرض في أني طبقة من طبقات الشبكية، نقدر نشخص الأمراض اللي بتيجي برضو وبتصيب الجزء اللي تحت الشبكية. فطبعا كان تطور علمي هائل. وطبعا مع الحاجات الجديدة، أن كل ما بنطور التشخيص كل ما بنطور العلاج. تمام. من الحاجات الجديدة اللي احنا شغالين عليها اللي هو الحقن، أو الحاجات اللي بتحقن داخل العين. كلها بنعملها بعد الفحص الأساسي بتاعنا اللي هو الـ OCT. يعني مثلا هنتكلم عن حاجة اللي هي الارتشاح في المقوله بتاعه العين، او اللي هو المركز بتاع الابصار بتاع العين، واشهر مرض بيسببه اللي هو الاعتلال الشبكي السكري. ده بيقدر يشخص لنا بدري الصوره، بيقدر يدينا الابعاد بتاع الارتشاح، السمك بتاع الارتشاح بالارقام. يعني معنى كده دكتور ان هو يقدر يحدد معايا المرض بالظبط. نقدر نحدد المرض بالظبط وابعاد المرض ايه والتطور بتاع المرض ايه. يعني مثلا هو بيدينا مقطع في الشبكيه، فاحنا مثلا المقطع بتاعنا بنقول بيقول لنا والله ده 50 مايكرون، فنقدر نقول والله ان احنا دلوقتي بقينا في حاله من الحالات الحرجه بتاعه ارتشاح الشبكيه. نحتاج بقى ان احنا نعمل علاجات. فمن الامكانيات بتاعه الجهاز دوت زي ما قلنا ان هو بيقدر يصور لنا القرنيه، يقدر يصور لنا العدسه بتاعه العين، يقدر يصور لنا الجزء الامامي من العين، وطبعا الاهميه القصوى في الجزء الخلفي اللي هو ان احنا بنوصل له بصعوبه. من الحاجات المميزه برضو للجهاز دوت ان هو بنسميه نون انفيزيف، يعني مش تدخلي. بمعنى ان احنا مثلا في اشعه بتحتاج مثلا انك تحقن صبغه او انك انت تخش بمنظار، او فده غير تدخلي. يعني ايه؟ يعني نقدر نصور العيان. العيان بيقعد على كرسي عادي خالص، بيبص لضوء معين في الجهاز وبنبتدي نصور طبقات الشبكيه اللي احنا عايزينها. هو الجهاز ده دكتور محمود اللي هو بنحط دقننا في اللي هو بنقرب دقننا ورقتنا تحت الجهاز. هو زيه زي جهاز الكمبيوتر اللي هو بتاع فحص النظر بتاع العين. وحضرتك بتقدر تصور منه من قدام الشاشه. بتقدر تشخص. بنقدر نعمل فوكس، وبنعمل فوكس على الشبكيه، وبناخد لقطه من الجهاز، والجهاز بقى فيه كمبيوتر بيحلل لنا الانسجه بتاعه الشبكيه وبيدينا النتيجه مطبوعه على ورق. يعني معنى كده دكتور ان هو يقدر يحدد معايا كل الامراض ولا امراض معينه في العين؟ هي امراض معينه. يعني زي ايه مثلا دكتور؟ يعني احنا مثلا زي ما اتفقنا كده ان الجزء اللي هي الامامي ممكن نقدر نصور بيه القرنيه، ممكن يدينا فكره عن امراض القرنيه. عن الزاويه بتاعه العين، عن العدسه بتاعه العين. بالنسبه للاهميه القصوى بتاعته في تصوير الخلفي للشبكيه اللي هو بيدينا جميع امراض الشبكيه. يعني دلوقتي بقى اساسي في تشخيص امراض الشبكيه، كمان بنستغله في تشخيص امراض العين. طب تمام دكتور. هل يا دكتور في الجهاز ده يقدر يظهر معايا ضغط العين؟
لا لا يعني ضغط العين ده تقنية تاني. يعني اللي حضرتك قلت عليه بس اللي هو الطبقة الأولى اللي هي الجزء الأمامي من العين. تمام. والخلفي هو ممكن نشخص بيه يعني لو في انسداد في الزاوية بتاعة العين اللي هو سببه الجلوكوما أو ارتفاع ضغط العين نقدر نعرف السبب، إنما هو ما يقيسلناش ضغط العين أو ما يظهرش حتى إن الضغط عالي أو واطي أو الكلام ده. لا ملوش علاقة. ملوش علاقة خالص. طيب دكتور محمود، هل الدكتور دكتور العيون ممكن يستغنى عن اللوحة بتاعة الكشف لو كشف على بالجهاز، ولا دي حاجة ودي حاجة؟ لا هو دي حاجة ودي حاجة. يعني أول اللي هو طبعا احنا طبعا مهمتنا كأطباء عيون ان احنا نحافظ على النظر او ان احنا نشوف أمراض النظر ايه، يعني النظر او البصر هو دي أهم حاجة. يعني الفيديو ده دكتور هو ده جهاز تاني، ده الجهاز اللي احنا بنسميه الانتراليز، ده اللي بنعمل بيه تصحيح الإبصار بالفيمتو سكند اللي هو الجهاز الجديد. هو طبعا برضو دلوقتي التشخيص بتاعنا برضو بيعتمد على الاو سي تي، ان احنا ممكن لو في مرض في الامراض القرنيه تعوق عمليات الليزك تصحيح الابصار دي بنعملها طبعا قبل العمليه بنطمن بيها على القرنيه. بس طبعا في جهاز تاني خاص بقى بالقرنيه وخاص بفحوصات الليزك اللي هو بنسميه الكورنيال توبوجرافي. تمام. طيب اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل معاكم مع دكتور محمود في الهندسه الطبيه. مارس نشاطه عادي بخلاف المشارط التانية، بيبقى برضو القطع غير منتظم، الفترة النقاهة بتاعت بعد العملية بتبقى طويلة شوية، فدي برضو كل ما في تطور كل ما بنقدر نوصل لنتيجة مميزة والمريض بيحس بتحسن سريع. وهو ده والعملية دي يا دكتور بقت سهلة دلوقتي ما طبعا مش طبعا صعبة يعني. لا مش صعبة. عفوا. طب دكتور محمود عايزين نعرف من حضرتك ايه تأثير مرض السكر على العين؟ تمام. هو طبعا السكر من امراض العصر ومنتشر بطريقه كبيره وبدانا دلوقتي في مصر فعلا بنحس ان المرض بقى بيصيب صغار السن عن يعني اللي هو النوع الثاني من السكر، وبدانا حتى كمان نشوف المرض ده هو قبل السن مثلا سن العشرين اللي هو نشوف بقى النوع الاولاني منه. فالسكر ده يعني انا بسميه عدو العين. يعني السكر ده هو بيبتدي يأثر، احنا عارفين ان تركيب العين تركيب دقيق جدا، العين بيبقى فيها أوعية دموية دقيقة جدا، السكر تأثيره على الأوعية الدموية الدقيقة اللي موجودة في العين. طبعا الأوعية الدموية دي مسؤولة عن التغذية بتاعة العين سواء الشبكية سواء القرنية سواء الأنسجة اللي موجودة حوالين العين بتعتمد أساسا على الأوعية الدموية الدقيقة. السكر بيبتدي يلخبط النظام الاوعيه الدمويه، بيبتدي يحصل فيه نقص في خلايا معينه في الجدار بتاع الاوعيه الدمويه، بيبتدي يحصل ارتشاحات يعني حاجات موجوده جوه الدم مش عايزينها في الانسجه بتاعه العين بتبتدي تخرج نتيجه لازدياد الارتشاح بتاعه الاوعيه الدمويه. طبعا بيؤدينا الى ضعف في النظر نتيجه لوجود ارتشاح في القرنيه، ارتشاح في الجزء الاساسي اللي هو المقوله بتاعه العين او اللي هو المركز بتاع الابصار بتاع العين. تمام. فيبتدي فعلا المريض يحس بعد فتره من اصابته بالسكر ان بدا النظر يتغير. وده عاده يعني بيحصل من بعد مثلا 8 سنين 10 سنين من اصابته بمرض السكر. دكاتره البطنه طبعا عارفين الموضوع ده، هو يبتدي ينصحوا المريض بتاعهم ان هو يبتدي يفحص النظر عند طبيب عيون بحيث ان هو يقف على الدرجه بتاعه تاثير السكر على شبكيه العين. الجهاز طبعا اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الاو سي تي طبعا كان فتح جديد، ان طبعا الاول علشان نقدر نشخص الامراض بتاعه اعتلال الشبكيه السكري كنا بنعتمد على الاشعه بالصبغه. الاشعه بالصبغه ده نوع من انواع الصبغه بتتحقن في الوريد وبعدين بنحط العيان على كاميرا والكاميرا دي بتصور لنا الشبكيه بمراحل مختلفه وبنقدر نوصل. طبعا وجود الصبغه ممكن يحصل منها لا قدر الله مثلا تفاعلات بتخلي المريض مثلا ممكن يغمى عليه، ممكن يرجع، ممكن يحصل له نوع من انواع الحساسيه الشديده تضطرنا ان احنا نديله لحد يعني كورتيزونات والحاجات اللي هي المضادات بتاعت الحساسيه. طب دكتور محمود السكر لو عالي او واطي عايزين بس نعرف ايه الاكتر يعني ممكن ياثر على العين اذا كان عالي ولا واطي اكتر؟ يعني هو انا المريض بتاعي مثلا اللي هو مريض السكر بفهمه ان العين هي ترمومتر السكر في الجسم. بمعنى كلنا مثلا في رمضان لما نبقى صايمين او مثلا بعد فتره اجهاد بنحس بزغلله في العين، بنحس ان احنا الرؤيه مش مظبوطه. لما تيجي حضرتك لسه صاحي من النوم بتاخد وقت عقبال ما تبتدي الرؤيه تتظبط.
ده بيعتمد على مستوى السكر في الدم. فطبعا لو السكر ناقص او لو السكر زايد جدا ده بيبتدي يبقى ليه تأثير على العين. يعني المريض الناصح فعلا اللي هو بيقدر يعرف سكره من عينيه مثلا، يعني المريض عارف انه سكره بيعلى فيبتدي يحس بزغللة، وده بيبقى تأثير وقتي. انما التأثير اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو المرض الاعتلال الشبكي السكري ده بيبقى بعد مرحلة من اصابته بمرض السكر. طبعا نصيحتنا لمرضى السكر كل ما ينظم سكره كل ما تبقى الامور معاه واضحة احسن. تمام. الجهاز بقى الجديد فيه الاحدث منه اللي هو الاو سي تي، دلوقتي بيطلعوا جهاز او سي تي ومعاه صبغه، يعني يقدر يصور الاثنين، يقدر يعمل الاشعه المقطعيه على شبكيه العين بالطبقات المختلفه، وكمان بيدينا فكره عن الاوعيه الدمويه بتاعه الشبكيه عن طريق حقن نوع من انواع الصبغه. ده الجديد، الجهاز الاحدث من الاو سي تي اللي هو الاو سي تي ومعاه الانجو. تمام. دكتور، سؤال المشاهدين معانا، هل تجري فحص العين بشكل دوري؟ تمام. يعني احنا مثلا بنحب نعمل الاتي، الطفل مثلا في المراحل الاولى من العمر طبعا الوالد والوالده لازم يلاحظوا الطفل، ولو في اي علامه على ضعف الابصار اللي احنا نقول عليهم دلوقتي لازم يتوجه الى الطبيب. ما فيش خلاص نقدر نفحصه في اللي هو ما قبل الدراسه اللي هو مثلا عند سن مثلا 4 سنين 5 سنين. من علامات ضعف الابصار في السن الصغير انه ممكن يحصل لا قدر الله حول، ودي علامه من علامات ان في حاجه مش طبيعيه في الطفل، فلازم يبتدي الاب والام يفحص. الحاجه الثانيه ان الطفل فعلا ما يبقاش مركز في مثلا لو في كوره موجوده على الارض او الاب بيلعبه بكوره ما يبقاش شايفها، ممكن الطفل يتعصر كتير وهو ماشي لما يجي يقوم يقع كتير. وجود بياض في الحدقه بتاعه العين ده برضو علامه ان في حاجه مش طبيعيه. وجود انعكاسات غريبه على القرنيه بتاعه العين دي برضو معناها ان في حاجه مأثره على النظر، فده الكشف المبكر عليه. يعني دي العلامات اللي احنا ناخد بالنا منها قبل سن المدرسه. قبل سن المدرسه يفضل ان احنا نفحص الطفل مره مثلا على سن 4 سنين او 5 سنين، بحيث ان هو هيخش مرحله جديده اللي هي مرحله الدراسه، هيبتدي يحتاج البورد السبوره ينقل من عليها، فنحب نطمن على نظره للمسافات. بالنسبه بقى للطالب العادي في مرحله من، طبعا هيعبر عن نفسه، يعني لو في مثلا خلل في النظر ولا حاجه هيبتدي يشتكي فهيبتدي يلجا للطبيب. بالنسبه طبعا سن ال40 ده بيبقى سن حرج عندنا كلنا، فبيبقى في تغير برضو في النظر. يعني لو شخص طول عمره نظره سليم 6 على 6 يعني زي ما احنا بنقول، بيجي بعد سن ال40 بيحصل له حاجه اسمها قصور البصر، يبتدي يحتاج نظاره اسمها نظاره قراءه. فطبعا في الفحص مع نظاره القراءه اللي احنا بنعمله بنحب نطمن على ضغط العين، بنحب نطمن على شبكيه العين وهكذا. طبعا. الشخص بقى المصاب بالسكر بعد فتره من اصابته بالسكر من 8 سنين ل 10 سنين طبيب البطنه، يعني اللي هو الطبيب اللي بيتابع معاه، بينصحه ان هو يجري فحص دوري على العين. يبتدي بقى لمريض السكر دوت نفحصه كل 6 شهور مره، لازم يعمل فحص قاع عين. طب يا دكتور، اللي هي الزغلله اللي بتكون دايما مع الانسان دي يعني على طول يوميا مثلا، طيب دي بيكون في ايه مشكلتها؟ يعني مثلا احنا دلوقتي بنتكلم اشهر حاجه تعمل اللي هو الغبش او الزغلله اللي هي عيوب الابصار. أيوة. فمثلا احنا عندنا قصر نظر او طول نظر او استجماتيزم، فطبعا مره من الفحص بيبين لنا ده كله، هل النتيجه ان في عيب في النظر ولا لا قدر الله في خلل في وظائف العين هي اللي عامله الزغلله. يعني برضو بالنسبه لاي شخص بيحس بوجود زغلله وزغلله جديده ما كانتش موجوده قبل كده لازم يتوجه للطبيب. كمان فحص العينين مهم جدا، بمعنى ان ممكن مريض يصاب بمرض في عين وما يقدرش ياخد باله منه لانه شايف كويس بالعين الثانيه. تمام. فده بيتاخر في التشخيص. المريض ممكن يشوف الموضوع بطريقه مثلا بصدفه مثلا، يعني لا قدر الله مثلا ايه حصل له حاجه في العين السليمه، فيبتدي يحس ان العين الثانيه دي نظرها ضعيف وهو مش واخد باله بقالها فتره. تمام. وده اللي بيأخر فعلا التشخيص. يعني احنا فعلا بنشوف مرضى مثلا بانفصال شبكي بيتاخر تشخيصهم لان فعلا بيبقى مش واخد باله، هو شايف بالعين الثانيه كويس. تمام. يمكن يحس كان في حاجه على العين بس مش واخد باله منها. يحصل لو ان هو غطى عين بيبتدي يحس ان العين الثانيه بدا يبقى فيها مشكله. يعني طبعا المريض بتاع السكر ده مهم جدا ان هو يعمل فحص ده يوميا، ان هو يغطي العين ويبص على حاجه هو متعود عليها. حاجه فرقه ده عشان مرض السكر زي ما حضرتك كل السائل من شويه. تمام. ان لو السكر عالي هيحصل مشاكل او السكر ناقص هيحصل مشاكل. تمام. دلوقتي بقى في تشارت كمان، يعني في صوره كده يقدر المريض ياخدها معاه، عباره عن مربعات بتبقى 10 سم في 10 سم وفيها داخلها مربعات صغيره. تمام. وفيها نقطه في المركز، فهو بيركز على نقطه في المركز وهو مغمض العين ويشوف الخطوط اللي موجوده اللي هي متقاطعه،
دي سليمه وماشيه بصوره سليمه والمسافات بين المكعبات او بين المربعات مظبوطه، ولا بدا يحصل فيها اللي هو الخلل، يبتدي يحصل فيها لا ما بقتش مستقيمه، في جزء مش شايفه، في عتمات بدات تظهر. فدي من التشارت المهمه جدا اللي برضو بنديها لمريض السكر بحيث ان هو يبقى يتابع نفسه. لان ده لازم كل يوم يعني زي ما قلنا لحضرتك في الجهاز بتاعنا دوت اللي هو التشخيص المبكر، العلاج المبكر، ان احنا نقدر نحافظ على النظر اطول فتره ممكنه. تمام. طب يا دكتور محمود، عايزين النصائح من حضرتك لمشاهدينا. تمام. يعني واحنا نحب طبعا ان احنا طبعا عارفين ان النظر ده اهم حاجة، وان النظر ده نعمة من عند ربنا، فهنحافظ عليها. هنحافظ عليها اولا الاكل المتوازن. طبعا واحنا كنا زمان نسمع عن الجزر ولا اخره، يعني هو الفيتامين الف اللي موجود في الجزر يعتبر اقل نسبة من حاجات موجودة تانية. احنا بنحب الحاجات اللي هي منتجات الالبان طبعا، بما فيها الجبن، بما فيها الزبدة، الحاجات ديت. طبعا الاسماك فيها كمية معقولة جدا من فيتامين الف، فالاكل المتوازن وخصوصا الحاجات اللي احنا قلنا عليها منتجات الالبان والاسماك دي بتقدر تحافظ على الوظيفه الطبيعيه بتاعه العين. طبعا وجود اي حاجه في العين محتاجه استشاره طبيب بدري، وبلاش نلجا للوصفات قبل ما نستشير الطبيب. يعني كتير فعلا مثلا ان هو يبقى عنده يحس بحاجه في العين يبتدي بقى يحط قطره من نفسه، او يبتدي يحط مثلا زي عسل او حاجات تانية، يعني ممكن تاخر التشخيص شويه. تمام. أعزائي المشاهدين، كده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا في برنامجكم الهندسة الطبية. وزي ما الدكتور محمود قال على النصايح، إن لازم ناخد بالنا من نظرنا عشان دي نعمة من عند ربنا، وبالذات لمرضى السكر لازم كل يوم تعمل لنفسك فحص على الأقل، زي ما الدكتور قال الورقة اللي هي المربعات العشرة سنتي دي، على الأقل تشوف لا قدر الله لو في أي مشاكل. وبرضه لو أي حد ما عندوش مرض السكر لازم برضه يشوف يكشف على الأقل كل فترة عشان يقدر يطمن على نظره. دكتور محمود أشكرك شكرا جزيلا يا فندم. ميرسي يا فندم حضرتك. أنا أسعد يا فندم. إن شاء الله أعزائي المشاهدين أشوفكم الأسبوع القادم يوم الأحد الساعة 5 مساء في برنامجكم الهندسة الطبية، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.